جهاز التنفس الصناعي عن احمد رفعت لاعب فيوتشر واسترداد الوعي بشكل جزئي. طبعا معانا خبر تاني ايجابي جدا الحقيقه، وهو اعلان المستشفى اللي بيتعالج فيها احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب واستعادته للوعي بشكل جزئي. وكتب كمان حساب المستشفى: تم بحمد الله فصل جهاز التنفس الصناعي عن اللاعب احمد رفعت، كم تم استرداد الوعي بشكل جزئي، ولكن حتى الآن لا يزال اللاعب تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تستقر كافة الأمور الطبية. وكشف كمان مصدر طبي بالمستشفى الذي يخضع فيها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر للعلاج على مدار الأيام الماضية تفاصيل تطورات حالة اللاعب خلال الساعات الأخيرة في ظل وضعه على أجهزة العناية المركزة. وتم نقل أحمد رفعت للمستشفى بعد فشل طبعا عملية إفاقته وإعادته إلى الوعي داخل أرض الملعب بعد توقف عضلة القلب قبل أن يتدخل طبعا الأطباء وتتم إعادة إنعاش القلب بعد ساعة ونص تقريبا من التوقف. طبعا كلنا بنتمنى له الشفاء وكل السلامة، ويعني احنا خبر حزين، احنا بقالنا كتير طبعا، يعني الخبر كان صدمة لكل المصريين. حصل. وأنا يمكن في الأهلي في رمضان يوم الجمعة مع هاني كنت موجود هنا، ويعني قلت احنا في أيام مباركة وشهر كريم انه الناس كلها تدعي، يعني طلبت انه دعوات الناس كلها لاحمد بسلامه الشفاء. بنسمع خبر كويس النهارده رزان انه المستشفى فصلت اجهزه التنفس الصناعي، وده في حد ذاته يعني تطور ملموس وسريع. نتمنى ان شاء الله ربنا يتمم له الشفاء على خير. لسه الحاله حرجه، مش مستقره قوي، لكن الى حد كبير جدا انه ده يحصل في خلال ايام بسيطه، ده مؤشر باذن الله ان شاء الله ربنا يعني يتمم شفاه على الف خير. هو يمكن المشكلة دلوقتي أو القصة كلها يعني في قصة وظائف الرئة ووظائف الكلى، هم دول اللي شوية محتاجين إن شاء الله بإذن الله في الأيام اللي جاية نطمن على أحمد، وإن شاء الله بإذن الله يقوم بألف سلامة وصحة ويرجع لأهله وأصحابه وحبايبه سليم وعافى بإذن الله إن شاء الله. ناس كتير لما سمعوا عن خبر أحمد، كتير من الناس قارنت، تحديدا الأهلاوية، قارنت بما حدث مع محمد عبد الوهاب الله يرحمه طبعا لاعب النادي الأهلي السابق، وناس قالت لك يا رب ما يتكررش طبعا نفس السيناريو، لأن هو كان متقارب لحد كبير، يعني فكرة السقوط في الملعب. ف طبعا امر اعتقد حزننا كلنا كمصريين، انا في الاول وفي الاخر، ومش بس مصريين على فكره، الخبر انتشر بشكل كبير، ناس كتير جدا من الوطن العربي كانت متابعه كمان الحاله وكانت بتتساءل يعني الوضع عامل ازاي. لكن الغريب انا لحد دلوقتي برضو في كلام كتير، سيناريوهات كتيره، طب هو حصل له ده اصلا ليه؟ هل هو فعلا زي ما سمعنا يا احمد ان هو اخذ بروتينات او حاجات زي كده كتيره فاثرت عليه في الملعب، ولا هو جاله ضغط واطي فجاه؟ يعني سمعنا كذا حاجه كذا سبب، بس يعني مش هنختلف قوي في الاسباب، بس النتيجه للاسف كانت واحده. لكن الحمد لله ان احنا بنسمع منك خبر النهارده جاي وتابعناه طبعا على مدار كمان اليوم، ونتمنى ان ما يحصلش اصابات الملاعب، دي من أسوأ الامور، لان هي بتيجي مفاجاه وللاسف الشديد معظمها بتؤدي للوفاه، فنتمنى ليه طبعا كل الشفاء ان شاء الله.